حضراتكم كنتوا فاكرين تابعنا مع حضراتكم في البرنامج صندوق تحيا مصر حين أطلق قافلة واحدة من القوافل الإنسانية خاصة بيه، لكن كانت قافلة ضخمة جدا، أكثر من 400 عربية نقل كانت محملة بمواد إنسانية وسلع غذائية، هي قافلة إنسانية للأكثر احتياجا في مصر. صندوق تحيا مصر نظم النهاردة احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد في موسوعة جانس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة. زي ما كنت بشرح لحضراتكم في هذه القافلة الإنسانية أخذ رقمين قياسيين في هذه القافلة، وبالتالي الآن يصبح الصندوق حاملا لثلاث ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية. شارك في هذه الاحتفالية عدد من الوزراء والممثل الإقليمي لموسوعة جانس للأرقام القياسية وعدد من سفراء الدول الأجنبية. الصندوق أطلق خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية. وبالتالي يعني بكده بنخش ارقام في موسوعة جانس، مش بس بان احنا بنحقق يعني نجاحات في مستوى الرياضة، اسرع واحد او اطلع واحد او اصغر واحد، لكن الحقيقة احنا بنحقق ارقام قياسية في العمل الانساني، وهو العمل اللي بنخدم فيه الغير وبنقوله ان احنا موجودين جنبك. خلونا نشوف جزء من هذه الاحتفالية في مؤتمر النهاردة. احتفالية صندوق تحيا مصر النهاردة احتفالية ليها أكتر من معنى، هي بتعبر عن حجم صندوق تحيا مصر، لأن هو لما يفوز في موسوعة جينيوس بأن هو نجح في أن هو يعمل أكبر قافلة لتوزيع الطعام، أن هو يبقى أكبر عدد لتوزيع الدواجن، كلها مؤشرات بتدل على البعد اللي صندوق تحيا مصر بيشتغل عليه. مش مجرد فقط أن احنا بنوصل الإعانات للمحافظات وللقرى الأكثر احتياجا، ولكن لا، احنا بنوصل بشيء من التفوق، التفوق على نفسنا في العدد وفي الكميات زي اللي احنا شفناه النهاردة. صندوق تحيا مصر لديه العديد والعديد من المبادرات المتميزة اللي هو دايما بيتميز بيها، واللي هي بتخرج فقط مش نطاق ان احنا نوزع احتياجات طعام او غذاء لأماكن، ولكن هو بيدخل في اكتر من مبادرة، بيخش في توفير ورفع بنية أساسية للحياة نفسها، توفير سكن كريم، توفير مبادرات خاصة بالصحة، توفير مبادرات خاصة بتوفير فرص عمل. وإحنا شرفت أنا أن أنا تعاونت معه أكتر من مرة من خلال جهاز تنمية المشروعات، بحيث أن إحنا بنوفر فعلا فرص عمل حقيقية. النهاردة تواجدنا في احتفالية صندوق تحيا مصر هي حاجة مشرفة لينا كلنا، سواء مواطنين أو مسؤولين حكوميين. من خلالكم بوجه التهنئة لصندوق تحيا مصر، بوجه التهنئة لكل القائمين عليه. قبل أسبوعين من دلوقتي كان بينظم أكبر قافلة إنسانية استعدادا لموسم الشتاء بتوجيه من سيادة الرئيس إن احنا نوجهها لمليون أسرة هي أولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وباقي عدد منظمات المجتمع المدني. احنا الحقيقة تواصلنا مع موسوعة جانس لتسجيل القافلتين دول، والحمد لله نجحنا إن احنا نسجل أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية. النهاردة احنا الحمد لله موسوعة جانس أعلنت نجاحنا في تحقيق الرقم القياسي الثالث، وهو رقم خاص بأكبر قافلة شاحنات مساعدات على مستوى العالم، وهو رقم كان مسجل منذ عام 2004 باسم هولندا. النهاردة الحمد لله مصر حطمت الرقم القياسي ده بعد 16 سنة. الهدف بالنسبة لنا من الاحتفالية دي نحن نوجه رسالة للعالم كله من خلال إضاءة برج خليفة برسالة نتشارك من أجل الإنسانية. هدفنا من خلالها نحن نحشد كل أطراف العمل التطوعي علشان نقدر نحقق أرقام قياسية أكبر في العمل الخيري على مستوى العالم. الحقيقه الفتره اللي جايه احنا بنحاول نتحول من فكره الحمايه الاجتماعيه فقط الى مساله التنميه الاقتصاديه للاسر الاولى بالرعايه، وده بيشجعنا الحقيقه ان احنا نطلق حملتين مع وزاره التضامن الاجتماعي، سواء حمله او مبادره خاصه بتنشيط صناعه السجاد اليدوي، وهي مبادره تتلفف في حرير. هدفها الحقيقه ان احنا نوفر 1000 نول للاسر، هي في العاده يعني الاسر اللي بتمتهن الحرف اليدويه بتبقى اسر احيانا اولى بالرعايه، وبالتالي احنا بنحاول نساعدهم ونشجعهم
في هذا الطريق، بالإضافة لحملة أخرى وهي خاصة بدعم صغار الصيادين، بنوفر لهم مستلزمات الصيد والملابس الخاصة بالوقاية من مخاطر الصيد أو الأجواء اللي بيعيشوا فيها، وهي موجهة لخمسين ألف صياد. كمان في فكرة الحماية الاجتماعية، احنا بصدد تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتجهيز 2000 عروسة هي أولى بالرعاية، جهزنا لغاية حد دلوقتي 100 عروسة، وبنكمل بإذن الله قبل نهاية السنة إن شاء الله هنكون مخلصين ال 2000 عروسة. صندوق تحيا مصر عمل إنجازين، والنهاردة ضاف إنجاز ثالث، والرائع في الإنجازات دي إن هي مش مجرد أرقام، هي أرقام بتمس بشر وتمس مواطنين وأرقام خاصة بالخير، فعملوا ثلاث إنجازات النهاردة واحنا سعداء جدا بكده. فاحنا بصراحه استضفنا احنا الفعاليه في وزاره السياحه والاثار في هذا المكان العريق في القلعه. طبعا اي حدث بيحط اسم مصر على الساحه الدوليه هو خدمه للسياحه، ولانه بيخلي الناس تتكلم على مصر، فاحنا سعداء بثلاث انجازات النهارده، وان شاء الله باذن الله احنا كمان بقى في الاثار، يمكن زميلي دكتور مصطفى وزيري مجتمع مع جينيس دلوقتي عشان يشوف ان هم هنضيف مجموعه حاجات في الاثار كمان معاهم، وهنشتغل مع بعض الفترة اللي جاية. فبشكر تحيا مصر وسعيد انها كلها حاجات في الخير المرة دي. الحقيقة انه كان في كمان تضامن من دولة الامارات بهذه المناسبة، واللي يشاركوا المصريين فرحتهم تمت إضاءة برج خليفة بألوان شعار صندوق تحيا مصر اللي يشاركوه في احتفالية تسجيل أرقام قياسية في موسوعة جانس زي ما شرحت لحضراتكم. مشاركة الإمارات كانت بعد ما نجح الصندوق في أنه ينظم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم بألفين طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية بتلتمائة ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة لأكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم. وبالتالي بيصبح صندوق تحيا مصر حاملاً لثلاث ألقاب عالمية في موسوعة جينيس، ودي الصور زي ما بنشوفها مع حضراتكم، تضامن ومشاركة من برج خليفة ومن دولة الإمارات في هذا النجاح المصري الإنساني.